تقيم الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة أسبوع الإمامة الدولي الأول تحت شعار النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان، وبعنوان الإمامة نظام الأمة، بحضور أكاديمي وحوزوي للمدة من 17 إلى 24 من شهر ذي الحجة لسنة 1444 للهجرة، الموافق للسادس من تموز لعام 2023 للميلاد. ويتضمن أسبوع الإمامة العلمي الأول 7 مؤتمرات تدور حول 33 محوراً، قرآنياً وحديثياً، فكرياً، عقدياً، فقهياً وأصولياً، سياسياً واجتماعياً، تربوياً ونفسياً، لغوياً وأدبياً، تاريخياً واستشراقياً، فضلاً عن المحاور المتعلقة بعلامات الظهور. تتلخص بأكثر من 150 بحثاً مشاركاً في المؤتمرات 7، ومن دول متعددة وباللغتين العربية والإنجليزية، فضلا عن المسابقات الثقافية والفنية الآتية: المسابقة الشعرية، مسابقة الفنون البصرية للشباب، مسابقة الفيديوهات القصيرة، مسابقة الأفلام القصيرة، مسابقة الخط. أسبوع الإمامة الدولي الأول، الإمامة نظام الأمة.